What the hair look like? Bet the hair look nice. Don't that make you sweat? Don't that feel too tight? اليوم حنحاول ننقل كيف يتم العيد في ماليزيا. طبعا مش حنبعد واجد يعني لان المناطق اللي تبين فيها اكثر التقاليد والحاجات المحليه بعيده علي، لان حنصلي في الجامعه فحنقابل الطلبه اغلبهم. وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد كما باركت على إن الله وملائكته يصلون على النبي سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سلام عيد الفطر kepada saudara serta saudari setahun hanya sekali merayakan. توم ندير الجولة في كوالالمبور انتقلوا. وصلنا كي ال سي سي، هنا بتقدموا في تفاعلية للعيد الفطر، تشوف الناس كلهم فرحانين وفي حاجات يعني تجبد الناس، زي الكوخ الصغير هنا دارينا كمثال للمباني التقليدية الماليه القديمة مصنوعة من الخشب، كمان تشوف الألوان الخضراء اللي هي زمان بيصنعوا الهدايا والحاجات من السعف أو أوراق النخيل أو أوراق الموز بيصنعوا بها صناديق الهدايا للأطفال العيدية اللي نسموها العيدية. شركي حاجة تحفة تعبر عن الموضوع، فديما في عيد الفطر يحطوا في ذلك عبارة عن زي صندوق العيدية يحطوا فيها أنا كصندوق كبير، حاجة مضحكة مش عارف ليش منظرها هكي غريب. طبعا معروف عن ماليزيا متعدد الثقافات متعدد الديانات متعدد الشعوب، فلهذا بتشوف يعني المحتفلين مش حتى مش مسلمين بس مسلمين وغير مسلمين كلهم خير خير. شوف اللي لقينا هنا مكان للاطفال انتراكتيف جاست فور تشيلدرن، العائلات يعني العائلات بتجيبوا الاطفال ويلعبوا هنا في العيد، جو جميل اتمنى اروح الطفل. Berlalu lah sudah Ramadan sebulan berpuasa. أنا بس المطرحة عربية هذا يشبه لي، شو اللبسة الغريبة هذه؟ لهجت باكستانية، لهجت صينية، لهجت هندية، لهجت ماليزية. Dan mui berani gamang jamang.
حنتم طبعا ويلا السريع نقول لكم مع السلامه وعيد مبارك كل عام وانتم بخير ان شاء الله، الامه الاسلاميه بالكامل خير ويلا ان شاء الله.